توقيف الشخص المتورط في إضرام النار بسيارة تابعة للقوات المساعدة بسلا، والأمن يوضح التفاصيل. تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيادة بمدينة سلا يوم أمس الخميس 10 يونيو الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة، وذلك للشبه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار في ممتلكات عمومية. وكان المشبه فيه قد أقدم زوال أمس الخميس وهو في حالة غير طبيعية على إضرام النار في السيارة للقوات العمومية كانت متوقفة أمام إحدى الملحقات الإدارية بمدينة سلا قبل أن يتم توقيفه والعثور بحوزته على ولاعة وقنينة بلاستيكية بها كمية من المحروقات، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إيداع المشبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.